في محاولة وحيدة وهي خطرة. كرة اللعب لصالح المنتخب الاندونيسي. الانتشار موجود الآن للمحاولة لتوصيل الكرة لكن التغطية مطلوبة أيضا. كرة ملعوبة ناحية اليمين. يحاول فيها الآن بادي يعني ازداد الحضور مع للمتابعة لتقديم الدعم لمنتخب الكويت. كرة اللعب مارك كلوك من قولة جهة اليسار الآن إلى ستيفاني لصالح المنتخب الإندونيسي. يلعب كرة طويلة لكن أقرب إلى حسين كنكوني حارس مرمى لعب وسط في المنتخب الكوري يعني ذلك يعرف القراءات قائد في وسط الميدان. كرة ملعوبة لصالح منتخب الكويت. راشد الدوسري المحاولة الآن عيد الرشيدي يحافظ على الكرة بيرجع إلى وسط الملعب المتقدم فادي حمود يحاول الآن يغير المسار إلى اليسار إلى عيسى وليد في الانتظار نقلة في الوسط ما زالت موجودة فادي الأنصاري بيرجعها بالنص إلى طلال الفاضل قائد في الهجمة الحاضرة الآن لصالح منتخب الكويت. كرة اللعب فادي الأجري تقدم الآن الجميع الآن يتقدم الجميع منتخب الكويت الآن عنده طموح في تسجيل أول أهداف بدر بطوع إلى عيد الرشيدي رشيدي شوت الله مادو أبعدها ترجع مرة ثانية منتخب الكويت تنعاد لكن يبعدها دفاع المنتخب الإندونيسي والمتابعة موجودة لارك تنغل بالنص ريتشمنت في الانطلاق الآن لصالح المنتخب الإندونيسي في المحاولة الآن في الوصول كرة معاه توصل بالنص لكن المتابعة موجودة سادل ناحية اليمين تنقل والمحاولة بيحاول يعني في محاولة للمتابعة من جهة اليمين أيضا عندهم طموح المنتخب الإندونيسي عندهم رغبة بأن يكون لهم حضور في قادم المنافسة في كأس آسيا لا شك كل المنتخبات حاضرة في منافسة رياضية في عالم كرة القدم كرة اللعب لصالح منتخب الكويت عيد الرشيدي بيلعب كرة عرضية لكن يبعد من دفاع المنتخب الأندونيسي وزوخي ترجع مرة ثانية عيد الرشيدي في محاولة في لمسة فنية حلوة المحاولة ناحية اليمين تنغل راشد توسري بيلعب عرضية بتحدي لكن بعيدة عن الجميع بعيدة عن الجميع والمتابعة الدفاعية ما زالت موجودة لصالح المنتخب الإندونيسي الآن ناحية اليمين وانتو جميل في الانطلاق الآن في القراءة في الوقوف لكن عند مسألة لمس الكرة في مساحة قصيرة يحاول يستفيد أيضا كرة مع المنتخب الإندونيسي أركان تنقل إلى عرفان في الأمام والمحاولة بالرأس بهيها ستيفانو لكن فادي الأجري قاطعها إلى راشد الدوسري بيلعبها ناحية اليمين كرة مع منتخب الكويت راشد الدوسري تقدم الآن بتركيز في ملعب المباراة عدم الاستعجال ضمان الوجود إلى مرحلة الوصول عيسى وليد كرة معاه بيلعبها إلى عمر الحبيتر لكن سريعة والتغطية موجودة لفيكا في الانتظار للإنجاز القادم كرة اللعب المحاولة الآن لصالح منتخب الكويت مقطوعة فهد حمود إلى فهد الأنصاري الهاجري كرة معه توصل بالنص طلال فاضل مقطوعة لصالح المنتخب الإندونيسي ستيفانو بيلعب كرة طويلة ناحية اليسار في الانطلاقة في المحاولة الآن أركان حول أي كرة مع عرفان كمل فيها بيلعب عرضية لكن يبعدها تلعب طويلة داخل منطقة الجزاء وحسين صاحي بيده بيلعبها سريعة في الأمام لكن بعيدة بعيدة عن بدر مطوع أقرب إلى دفاع المنتخب الأندونيسي رزقي رمضاني كرة بالنص منتخب الأندونيسي ريشميت في الانتظار ملعوبة بالعمق وان تو والمحاولة الآن تزيده لكن تصدي لدفاع منتخب الكويت المحاولة موجودة ما زالت ستيفانو
اللعب والمحاولة خطرة تغب الاندونيسي بشوط. لذلك علينا أن نتابع كل من يحضر في المنافسة، والتاريخ لا يشفع لمن لا يقدم ما هو مطلوب في أرضية الملعب. استكمال إذن نتمنى أن يستمر مع منتخب الكويت ويرجع بانتصاراته بطموح الفرحة في قادم المباريات. كرة اللعب لصالح منتخب الكويت، فهد حمود إلى فهد الأنصاري، تلعب بالعمق والمحاولة لكن بالطول من أمام عمر الحبيتر، تبعد من دفاع منتخب أندونيسيا. الأنصاري مرة ثانية بيرجعها في الوسط، بدر المطوى بيحاول يتابع كرة بيلعبها، توصل مع طلال فاضل، كرة معاه إلى عيسى وليد ماخذ مكان جهة اليسار، ممكن يلعب كرة عرضية الآن لكن بيرجع له بدر المطوى. بدر المطوى حاول يمر الآن، يلعبها كرة قصيرة لكن تبعد مع التغطية الدفاعية. راشد دوسري الأنصاري بالطول لكن فهد الأجري بيتابعها يرجعها مرة ثانية، توصل مع طلال فاضل بيلعبها بالعمق يوسف ناصر، لكن تغطية دفاعية حاضرة بيأدي ما عليه دفاع منتخب إندونيسيا من أمام، يعني نقل الكرات، وهذه الكرة منقولة سريعة الآن، هجمة العكسية ممكن تكون حاضرة لكن برافو، الرجوع جيد لمنتخب الكويت في محاولة التغطية الدفاعية، والمحاولة موجودة لصالح المنتخب الاندونيسي. هذه نقلة من اليمين إلى اليسار، خطرة عرضية بتعدي لكن يشيلها فهد الهاجري. فهد الهاجري حقيقة فلاتاب ينقل كرة عرضية من جهة اليسار لكن تبعد من دفاع منتخب الكويت. ترجع مرة ثانية ليلى فاشيرون، دفاع المنتخب الاندونيسي الآن بيقود الهجمة، ستيفانوت النقل ناحية براتا ناحية اليسار بيلعب كرة عرضية لكن يبعدها فهد حمود، كرة مع منتخب الكويت، لحبيتر إلى بدر مطوع، بدر مطوع كمل فيها جهة اليسار، بدر مطوع يلعب كرة إلى توصل يوسف ناصر مرة ثانية، بدر مطوع يحاول يمر لكن مقطوعة، منتخب اندونيسيا حلوة اللعبة، تحضير جيد أيضا، سادل يحافظ على الكرة بشكل فني جميل منتخب الاندونيسي، هدوء في تحرك أجواء المباراة، كرة مع المنتخب الاندونيسي، لوك دفاعي متقدم في وسط الملعب بالنسبة لمنتخب الكويت، إضعاف فرصة التوصيل، شايف دائما يكون في انطلاقة من جهة اليمين. المحاولة الآن لصالح المنتخب الاندونيسي، ستيفانو والخطأ موجود لصالح منتخب الكويت. كرة اللعب عيسى وليد منتخب الكويت منقولة جهة اليسار، بدر مطوع ماخذ مكان بيحاول يمر ما بين الاثنين لكن التدخل، كرة مقطوعة اندونيسيا بالنص، محاولة موجودة الاستمرار من جهة اليسار، براتا بيحاول يتقدم بيحافظ على الكرة بينتظر زملاء، كرة مع المنتخب الاندونيسي، هذه خطرة سيفانو بيحاول مرة ثانية تعطي شاية لخارج الملعب، كرة مع منتخب الكويت، طلال فاضل بيلعب كرة ناحية اليسار توصل مع منتخب الكويت، بدر مطوع عيسى وليد يرجع مرة ثانية توصل بدر مطوع أيضا مقطوعة، الرغبة يعني بشكل جيد في دفاع المنتخب الاندونيسي، وهذه الكرة ملعوبة لصالح المنتخب الاندونيسي، والمحاولة الآن تنقل كرة عرضية ما زالت كرة لصالح براتا شايد على المرمى، الله حلول من هذه المنطقة، التسديد خارج منطقة 18 تهديد بادي يكون حاضر وموجود بالنسبة للمنتخب الاندونيسي. كرة اللعب لصالح منتخب الكويت، راشد دوسري الرغابة مؤثرة جدا في عملية النقل الكرات المضمونة لهجمات منتخب الكويت، لذلك نشوف الرغابة هي الناجحة ممكن تكون في هذه المرحلة أو الدقائق اللي مرت بالنسبة لدفاع المنتخب الاندونيسي. كرة ملعوبة لبدر مطوع حاول لكن مقطوعة منها، كرة مع منتخب لكن فاول ملعوبة على طول، مارك بيكملها
الى جهه اليسار، المحاوله الان لصالح المنتخب الاندونيسي. ريكي كاميا، ريكي كره معه، تلعب الى مارك بالعمق، لكن برافو فادي الاجري قطعها، يتقدم الان لكن ينتظر. الاعداد في مرحله اكثر تركيز، عيد الرشيدي في الانطلاقه جهه اليمين سريعه بيتابعها لصالح منتخب الكويت. عيد الرشيدي الى بدر مطوع بلعب عرضيه، تلعب بالراس، الله الله. من المباراه اكيد راح تتغير الامور، الحاجز الان بيكون بعيد، وهذه المتابعه منتخب الاندونيسي، خطره الله، خطره ويبعدها فهد الاجري. مارك بيشوت، جول جول جول. مشاهدينا لمتابعة أحداث الشوط الثاني، التحية لكم موصولة من استاد جابر الدولي، اللقاء اللي يجمعنا معكم منتخب الكويت لكرة القدم في هذه المواجهة مع منتخب اندونيسيا. المنتخب الاندونيسي أجرى تغيير ودخول لاعب وخروج لاعب، وهذه المحاولة لصالح منتخب الكويت، لكن المنتخب الاندونيسي في المحاولة في الوصول، لكن هذه خطرة تنشال، تبعد، تنعاد، جول. احمد الضفيري ممكن يكون كرة اللعب، عمر الحبيتر الى عيسى وليد، توصل بالنص، وزعايد كرة معاه، واد حاول لعبها لكن تغطية، ترجع مرة ثانية، وزعايد كرة افضلية في الاستمرار. اذا خروج بدر مطوع ودخول احمد الضفيري، بديلا احمد الضفيري كره معه يوسف ناصر، تلعب الى علي خلف، محاوله المرور لكن التغطيه موجوده من ايضا براتا، اللي رجع الان بينفذ المهام الدفاعيه بعد ما كان وسط مع المدرب الكوري شانغ تاي يونغ. فهد الانصاري مع منتخب الكويت الان، الهاجري بيلعب كرة طويلة لكن يشيلها، فاشيرون يرجع مرة ثانية، كرة اللي مع منتخب الكويت، عيسى وليد إلى فوز عايض، منتخب الكويت الآن يبحث عن هدف التعادل. كرة اللعب علي خلف، ضفيري علي خلف، لكن طول سليمان بيتابعها لصالح منتخب اندونيسيا. براتا ترجع مره ثانيه، حلوه يوسف ناصر، حلوه بيحاول هي نفسه، وتدخل صالح منتخب الكويت، انشاط الله. رمضاني بيلعب كره طويله في الامام والمتابعه، لكن اقرب الى دفاع منتخب الكويت. هاد حمود بيلعبها طويله لاستقبال من الضفيري، يوسف ناصر بتحرك جيد نص الملعب، يغير ناحيه اليسار الى عمر الحبيتر، لكن تغطيه كانت موجوده. قائد المنتخب الاندونيسي منطقه دفاعيه يشغلها دائما، كره ملعوبه لصالح المنتخب الكويت. وزعايد بيلعب كره عرض دور، والتغيير بالخطا بتروع، عمر الحبيتر بيستقبل الكره والمحاوله على المرمى. الفنيه في هذه التسديده، عمر الحبيتر سهله كانت بيد حارس المرمى، كره ملعوبه منتخب الكويت. الضفيري بيلعب كره الى علي خلف، المحاوله الان لصالح منتخب الكويت، علي خلف كره معاه بيرجع فيها، علي خلف نحاول لكن بيتابعه الانصاري من جهه اليمين، بيلعب كره عرضيه، تنحط، الله، خطره وبعدت من دفاع المنتخب الاندونيسي. حلوه اللعبه، حلوه اللعبه، كره اللعب في الامام ناحيه اليمين لصالح المنتخب الاندونيسي. ريتشمنت يرجع مرة ثانية في مرحلة التحضير الآن في نص الملعب، وطن سليمان نقلة في الأمام، المحاولة الآن ريكي يحاول يمر، يحاول يتقدم، ريكي كرة معاه لكن مقطوعة لصالح منتخب الكويت، إلى علي خلف. أجرى تغيير واحد منتخب الأندونيسي، ومنتخب الكويت الآن أجرى ثلاث تغييرات. كرة اللعب ناحية اليمين، عمر الحبيتر الآن إلى فوز عايض،
ظفيري مع علي خلف الى راشد الدوسري ناحيه اليمين عمر الحبيتر تلعب دوسري بيلعب عرضيه لكن تنشل وتبعد من مقصنا في اللعب كره مع منتخب الكويت فهد الانصاري كره معاه بيمر تلعب الى منتخب الكويت احمد الظفيري يوسف ناصر ظفيري علي خلف واز لكن بتروح بالخطأ الى سادل يحاول وفي خطأ الى كان باتوت الى مارك لكن بالخطأ بتروح لصالح منتخب الكويت يوسف ناصر في الاستلام في المحكم احمد الظفيري بيلعبها والمحاولة خطر الله زعيد كرة ملعوبة يبعدها رش ملعب رمية هذه ملعوبة على طول في المتابعة سليمان بيحاول كذلك ريتشمنت هم كانوا دائما مفاتيح لعب أصبح الآن في شغل دفاعي أكثر ومارك اللي لعب الكرة الآن هو يعتبر أحد مفاتيح اللعب أيضا في حالة الدفاع أكثر لكن الآن هجمة فلاتة لصالح المنتخب الإندونيسي والمرور ما بين الاثنين والمحاولة في الاستمرار لكن مقطوعة علي خلف اللي راجع يقدم الدعم الدفاعي لصالح منتخب الكويت كرة معاه توصل ناحية إلى جهة اليمين فواز عايد اللي بيكملها إلى شبيب الخالدي أول الحضور الآن وأول اللمسات إلى الظفيري كرة مع منتخب الكويت والمحاولة على المرمى الله كرة ملعوبة لصالح المنتخب الإندونيسي ملعوبة الكرة بالنص ناحية البديل ايضا الحضر محمد دراجو في خط الهجوم للمنتخب الاندونيسي الان يلعب اكيد باسلوب وطريقه مغايره لانه هو متقدم ويرغب بالحفاظ على النتيجه اكيد في المرحله القادمه فهد الاجري كره معه توصل الى فهد حمود تنقل ناحيه اليسار الى مبارك الفنيني كره معه مبارك الفنيني كرة اللعب إلى بد الأنصاري توصل إلى الهاجري بيتقدم الآن بيلعب كرة جهة اليمين إلى علي خلف كرة معه الظفيري الظفيري بيحاول يوسف ناصر بيكمل يرجعها إلى فهد الأنصاري الأنصاري بيلعبها ناحية اليسار المتقدم فهد حمود إلى مبارك الفنيني الآن والمحاولة بكرة عرضية والمحاولة يوسف ناصر يحطها براس مرمى المتابعة والمراقبة من مدرب منتخب الكويت أجرى تغييراته أوراق هجومية وضعها في الملعب في الدقائق المتبقية تقريبا نتكلم عن 10 دقائق الأخيرة الآن كرة اللعب الأنصاري إلى راشد الدوسري الشوط الثاني اللي بدأ بهجمة سريعة وغفلة كانت من التحرك الدفاعي لهدف التقدم لصالح المنتخب الاندونيسي كرة موجودة لصالح المنتخب الاندونيسي سليمان يعطى كرة خطرة على مرمى منتخب الكويت متى ما يعني ركز المنتخب الاندونيسي في الوصول يصل بصورة خطرة جدا حقيقة كرة اللعب منتخب الكويت المحاولة الآن نقلة جهة اليمين علي خلف كرة معاه علي خلف يحاول يمر إلى فواز عايد يلعب كرة عرضية والمحاولة خطرة يوسف ناصر يحاول يمر لكن مقطوعة من رشمت بيشيلة ترجع مرة ثانية إلى فواز العتيبي يحاول يتابعها لكن